ندخل دكتور هاشم. ازيك يا دوك؟ ازيك يا دكتور احمد، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، الحمد لله تمام. ازيكم كلكم، يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده باذن الله الموضوع بتاعنا هيبقى عن الكراكنج او الادجستمنت، او زي ما الناس تمام. بتسميه الكيروبراكتيك. تمام، دي تاني حلقه لينا في السيريز بتاعتنا من دكتور ستوك، وان شاء الله معانا دكتور احمد هاشم، يعني فاوندر اوف شترن فيزيوثيرابي. وهنتكلم باذن الله النهارده على هيئه سؤال وجواب. يعني انا هوجه الاسئله لدكتور احمد عشان الموضوع يبقى ابسط وسهل للناس، الاسئله اللي بتتردد على كتير، وهو ان شاء الله هيجاوبنا بالمعلومات الكافيه كلها باذن الله. يلا بينا. يلا بينا طيب دكتور. أسألين. دكتور احمد، دلوقتي ككايروبراكتيك، يعني انا عايز الناس تفهم البوينت اوف فيو بتاعها ايه، يعني ليه انا بعمل كايروبراكتيك، جسمي محتاجه ليه؟ تمام، هو يعني حتة الكايروبراكتيك ادجستمنتس، يعني انت بتظبط وضع الفقرة عشان الفقرة دي اوت اوف بالانس او اوت اوف هارموني. ماشي، فانا مثلا دلوقتي عندي مثلا الفقرة العنقية رقم 5 مثلا، انت حاسس ان هي مثلا بنعمل تيستنج سبيسيفيك تيست ليها، بنبدا نختبرها وبعدين نشوفها مثلا هل هي روتيتد رايت روتيتد ليفت. لو هي لفه لليمين مثلا فانت بترجعها في المسار بتاعها. ماشي، اوكي. وطبعا ده اتفضل. بس طيب، فهو يعني الكلام بس عايز استوقف حضرتك عند النقطة دي كلها، يعني احنا لازم بنعمل تيستينج في الأول. طبعا لازم ديفنتلي، لان انت اصلا الفكره مثلا ساعات بتشوفها ان مثلا بتلاقي واحد بيروح ماسك كايروبراكتور ماسك مريض وبعدين تراك يمين وبعدين تراك شمال من غير بالظبط. تيستنج من غير حاجه. يعني دي يعني فيري ان سبيسيفيك، لان مثلا يعني مثلا لو انا عندي فقره، لو الفقره دي لفه يمين كده، لو انا مسكتها وبعدين رحت لففها شمال تراك واتعدلت وبعدين جاي الفها تاني تراك يمين، ايه اللي انا رجعت بعمله؟ من يعني هي الأول. اصلا لفه يمين، انا رجعته تاني للليجن او للمرض. فيعني I think دي طيب، يعني احنا يعني في تبقى عبارة كده، يعني احب بس نقول للناس، نوه عليهم الحاجات الكوميرشال اللي انتوا بتشوفوها واحنا نفسنا بنشوفها، اللي بيمسك مريض يطرقعه يلا يمين شمال، انا بسمع صوت طرقعه بتبسط، ده انا بقيت كويس. لا، دي مش حاجه المفروض ابقى مبسوط بيها، المفروض دي تتعامل under supervision of a doctor، لان هو الاول هيعمل الاكزامينيشن ويشوف ايه الفقره اللي محتاجه يحصل فيها ادجستمنت وعلى انهي جنب، مش كده؟ بالظبط. طيب دكتور احمد، هو الصوت الطرقعه اللي احنا بنسمعه ده يعني بيبقى ليه؟ يعني بيجي من ايه؟ والله يا بص، هو ليها تفسيرين. يعني في تفسير لو انت هتبص تحت الميكروسكوب وتقرب قوي 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 من الجوينت، كل مفصل بيبقى حواليه كبسوله، والكبسوله دي بيبقى فيها ميه. السائل اللي عايم فيه، السائل ده بيبقى عايم جواه غازات زي نيتروجين واكسجين، نيتريك اوكسيد، كربون دايوكسيد، بيبقوا تمام. عايمين، والغازات دي بتروح سايبه مكانها وتروح عامله مكانها حاجه اسمها كافيتي او حاجه فراغ. ماشي، تمام. الفراغ ده حضرتك بتوصل لرينج، الرينج الاخير من المفصل. يعني مثلا جيت كده اهو وصلت لاخر حته، سمعت الصوت ده، صوت الكليك ده، لما وصلت لاخر اخر حاي اخر مدى في الحركه بتاعت الجوينت، تمام. اللي حصل ان الغازات دي بوب رجعت مكانها تاني مكان الكافيتي. ماشي، ده جميل. على المستوى الميكروسكوبي. تعالى بقى ارجع، ارجع بقى لورا خالص واعمل زوم اوت واتفرج على حاجه اسمها الفاسيت جوينت او الايه، المفصل الجانبي للفقره. ماشي، بيبقى فيه زي تو سيرفيسز، اتنين عظمتين هم لازقين في بعض جامد، اللي هم لازقين في بعض جامد. هو بص فرغ كل اللي ما بين ايديا، واما عملت الصوت ده، اما عملت كده، اما بعدوا عن بعض بدا يخش، بدأ الاثنين يفكوا عن بعض. اما فكوا عن بعض سمعت حضرتك صوت الكلاك الكليك ده. ماشي، الفكره بقى ايه، ايه الفايده؟ طيب إيه؟ يعني انا استفدت ايه؟ طيب انا دلوقتي لو انا والله عندي عظمتين لازقين في بعض جامد جدا، ماشي، الفقره الخامسه والسادسه العنقيه مثلا، خلاص الفقره دي واخده الفقره الثانيه معاها، انا ليا اكسس اوف موفمنت، انا بتحرك حوالين المحور الحركه بتاعي، لكن انا ماسك الفقره السادسه بحركها في المحور الحركه صح، بتاعي انا. انت فاهم قصدي؟ يعني مظبوط. انا بجبر فقره ثانيه ان هي تتحرك في المحور بتاع الفقره الاولى، انت فاهم قصدي؟ فعشان كده انا ساعتها ببقى عايز افصلهم عن بعض، فبعمل صوت الايه؟
بعمل صوت الادجستمنت ده، وبعدين اوصلهم بعض كل يجوا فقرة تتحرك بذاتها. تتحرك، كل فقره تتحرك بذاتها طيب بالظبط. ف بمناسبة الصوت يا دكتور أحمد، هل لازم أسمع صوت؟ يعني هل من نجاح العملية اللي أنا بعملها لازم أسمع صوت؟ لا، هنا يجي بقى دور الدكتور. حضرتك بتعمل تيست مانيبيوليشن ريتست، انت بتعمل التيست الاول، بتشوف الرينج اوف موشن، حركه بتاع مدى الحركي بتاعك، والله كويس، والله كويس، وحش لا وحش، طب اوكي انا هعمل ادجستمنت، بلاك طلع صوت، ما طلعش صوت اي دونت مايند، العيان واقف تاني، اي ريتست. لو حصل ان انت شفت بعد الحركه، بعد التيست التاني، ان خلاص لا المفصل اتحرك تمام، خلاص اتس فاين، فاهم ازاي؟ لان الصوت ده ممكن يطلع، يعني انا مثلا واحد تخين، الصوت ده عندي مكتوم جدا، بالظبط ماشي؟ بالظبط. الصوت عندي مش واضح، فاهم ازاي؟ انا اهم حاجه عين الدكتور، عين الدكتور قبل وبعد الادجستمنت. انت عملت حاجة قبل وبعد، لقيت ان البيشنت راح في الوضع اللي انت كنت عايزه يروح، مش بس لازم بقى خلاص. اسمعك الصوت والحق صور ده في صوت والكلام ده كله. لا انا عملت جميل الادجستمنت، قوم يا قوم يا قوم يا بيشنت، وطي تمام، انا كويس جميل خلاص. جميل. طيب السؤال الاخر يا دكتور احمد، هل مثلا ممكن احتاج كذا سيشن ورا بعض؟ يعني هل انا بستعدل ممكن الفقرة دي من اول مرة وما بحتاجش اجي تاني لحضرتك؟ حلو قوي، حلو قوي يا دكتور. بص دلوقتي انا دلوقتي جالي عيان ماشي، بيجي لي يقول لي عندي neck pain on the right side، على اليمين ماشي. جيت انا رحت انا ايه بك، عملت المانيبيوليشن بتاعتي او عملت الادجستمنت بتاعتي، قام قال لي اه انا اتحسنت قد كده مظبوط. ماشي، لا كده محتاج اشوفك تاني. لكن افرض مثلا انا اتحسنت قد كده، اوكي اي سي يو ان ا ويك، اشوفك كمان اسبوع، كمان اسبوعين، لان انت خلاص انت بقيت كويس. فدي حسب الفايندنجز بتاعتي، حسب انا لقيت ايه، حسب انا لقيت ايه كدكتور بعد ما العيان خلص ماشي، عملت الادجستمنت تك خلاص اوكي اه تمام، حاسس بايه؟ حاسس بتحسن 5%، اي سي يو تومورو، حاسس بتحسن 90%، اي سي يو ان ا ويك، فاهم قصدي؟ حلو قوي حلو قوي. بس طيب من كلام انه يو هاف تو بي سبيسيفيك على قد ما تقدر وتقرر ايه الفقره اللي هترقعها، هل في مشكله لو انا بعمل الادجستمنت او كايروبراكتيك ده ان انا اطرقع فقره تانية بالغلط، وهل ليها يعني تبقى حاجه عملت مشكله يعني؟ برافو عليك. الحته دي حلوه قوي، لان انا بيجي لي عيان مثلا بيجي يقول لي مثلا يا دكتور انا عندي ارجع، على طول عايز اطرقع، على طول عايز مظبوط. اطرقع يمين وشمال وبتاع، يا دكتور عايز أو اطرقع. بصحى من النوم الفكره بطرقع رقبتي كلها وظهري كله على طول. مظبوط. بالظبط، اطرقع رقبتي كلها واطرقع ظهري كله، وبعدين باجي بعد كده بقول ايه، طب انت ما ارتحتش؟ عارف ليه ما ارتحتش يا دكتور احمد؟ الفكره في حاجه يا دكتور احمد، ان هنا انا عندي بعد ما طرقعت انا يمين وشمال ماشي اوكي، انا ما وصلتش، لان انا مش دكتور، انا ما وصلتش للفقره اللي هي بلوكد عندي، الفقره اللي هي بجد عايزه ان هي تتفتح، فاهم قصدي؟ صح انا ما صح وصلتلهاش، مش هعرف اوصل لها. انا اي دوك مظبوط. 6 ييرز تريننج، حضرتك درست 7 ييرز وانا درست 6 ييرز وده درس 5 ييرز، عشان نوصل لقد ايه، قد ايه الفقره دي بلوكد. لكن انا بحاول اوصل لها، ما بوصلهاش، فبحاول فبقول طب اطرقع تاني، يمكن اوصل، ما اوصلش، فاهم ازاي؟ فدي لا فاهم. بصراحه يعني يو نيد ان ادفايس فيتل يعني. فيتل فيك يعني، وما ينفعش نسيب نفسنا لاي حد. اوكي طبعا طيب السؤال الكومن برضو اللي بعد كده بشوفه، العيان بيقول لي طيب دكتور انا ساعات بيبقى عندي كلبشه كده مثلا في حته معينه، ولما ها؟ بعمل كده او لو بتويست انا بطرقع لنفسي، هل ده غلط ان انا اطرقع لنفسي؟ حلو قوي. عارف امتى بيكون مسموح لك انك تطرق على نفسك؟ انا بلف وحاسس ان انا بلوكد خالص، مش عارف الف يمين، تمام ميبي تك ايه، وبعدين احس ان انا فتحت بعديها، اتس فاين ماشي. حلو لكن كل ما احس ان انا بلوكد يمين، كل ما احس ان انا بلوكد يمين تاني وتاني ورابع، واطرق على نفسي وكل مره افك، ما هو انا ببلوك تاني. ليه ببلوك تاني؟ في سبب تاني لازم تجي لي، لازم اشوفك. ليه انت بتري بلوك؟ مش مشكله انك تفتح لنفسك مره والتانيه، بس التالته وبعدين، ما هو انا كده هعمل انستابيليتي او هعمل عدم استقرار في الفقره، كل ما اطلع على نفسي تك تك تك، ما انا كده هعمل صح. عدم استقرار في الفقره طبعا. فده وبرضه ديفينتلي يعني عايز اضيفه على كلام حضرتك، يعني اللي دايما الواحد بيقوله للناس، انت مش ضامن السادن موفمنت اللي انت بتعملها with the taut muscles that you have ان انت ممكن تاذي عضله، يعني لما تبقى عضله مشدوده على الاخر زي البلوك كده وانت عمال بتحاول، لا دي الترقعه جت، لا ده ما جتش انا هشد شويه،
يعني انت ممكن تصيب عضله عندك. ده حقيقي يا دكتور، ده حقيقي طبعا. ممكن تعمل انزلاق غضروفي، ممكن مظبوط. ممكن تضغط ولا صوت، ممكن تضغط على وشفناها شرايين كتير، ناس الرئه. طرقعت غلط او ناس اتطرقع لها غلط وحصل لها اصابات ده ومنها حقيقي انزلاقات غضروفي، ويعني بيتعالجوا دلوقتي. ربنا يعافي الناس بالظبط. كلها. طيب السؤال الاخير يا دكتور، البيشنت اللي بيكلمني يقول لي دكتور انا عايز بقى احجز جلسه اطرقع فيها الجسم كله، يعني انا عايز اطرقع كلي من فوق لتحت، ده يعني ده بنتعامل معاه ازاي اكبر بقى؟ غلط، اكبر غلط يا دكتور، اكبر غلط، انا اسف، اكبر غلط. لا، طبعا لان طبعا يعني يا دكتور احنا وي تريت وات وي فايند، اي تريت وات اي فايند. يعني انا بشوفك انت يا عيني يا عيني نفسك تطرقع كلك، لان برضه في فقره انت مش عارف توصل لها. انا هوصل لها يا والفقرة دي حبيبي، مأثرة سيبني على باقي الجسم. مظبوط. مقصر على الباترن كله، ما تسيبني انا. I can find it, I can fix it, and I can treat it, and I will leave it. انا هسيبها بعد كده، يعني انا هلاقي الفقره، هطرقعها لك، هفكها لك، وبعدين هسيبها لك. لكن ما تقعدش انت تدور على ده طرقعني كلي، ده طرقعني كلي ايه يا حبيبي؟ لا، ما هي مش كده، هي one blocked vertebrae قافله لك العمود الفقري كله، فكها لك، فاهم ازاي؟ It's easy، فاهم؟ ما فمش هو عايزين يعني نكمل. ما هو ده الغرض من الفيديوز اللي احنا بنعملها، ان احنا عايزين الوعي بتاع الناس يبقى احسن بكتير، ما ينساقش ورا الفيديوز اللي بيشوفها. مش اي حاجه، انا بالظبط عايز اجربها وخلاص. go to the doctors, go to the specific person، عشان هو اللي عارف جسمك محتاج لايه. بالظبط يا دكتور. مظبوط. انا ساعات بلاقي عند كايروبراكتورز واحد عامل منشن للتاني بيقول له ما تيجي. تيجي ايه؟ هي مش خروجه، هي مش ده خروجه، بيحصل. الطرقعه مش خروجه، انت مش رايح تطرقع، انا رايح اخرج، تعالى يا بهاء نروح نطرقع. لا يا حبيبي، مظبوط. ده غلط صح. غلط، ما تقولش ما تيجي، ما تعملش منشن لواحد صاحبك تقول له ما تيجي. وعايز انوه للناس، انت حتى لو حسيت براحه اتس ماتر اوف تايم، يعني الراحه دي ممكن تاخد لها ساعه ساعتين ماكسيمم، يومين ثلاثه، وهترجع لنفس المشكله تاني. Yes. Please يا جماعة، go to the doctors, go to the specific people, go to the scientists. احنا مش دارسين ببلاش. فيعني أبوس إيديكم يا جماعة، حافظوا على أجسامكم، ويعني go to دكتور رحمن بهاء، go to me, please. يعني هاشم شكرا طبعا يا دكتور، حبيبي، متشكر جدا يا دكتور، ومبسوط شكرا بالمعلومات لكم، اللي قلتها لنا. ربنا استنونا يا يخليكم. جماعه ان شاء الله في الثيرد ابيسود بقى، ان شاء الله هنتكلم عن الاي سي ال انجريز ان شاء الله نكست ويك باذن الله. إن شاء الله يلا يا دكتور، إن نشوفكم شاء على الله. خير ان شاء See الله. you next ميرسي يا time. دكتور احمد. باي باي. مع السلامة يا فندم، مع السلامة يا دكتور، سلام. مع السلامة. مع السلامه. مع السلامة.